اهلا بكم من جديد. معايير بازل 3 المنظمه للعمل البنكي بعد الازمه الماليه العالميه، هذه المعايير تعمل على زياده القدرات الماليه للبنوك لمواجهه ازمات محتمله من خلال رفع راس المال الاحتياطي وايضا زياده نسبه الاصول التي يمكن تسهيلها بسرعه. نريد هنا ان نمارس هواياتنا المعتاده في المقارنه بين البنوك الاسلاميه والبنوك التقليديه ونسال هل تطبيق معايير بازل 3 في البنوك الاسلاميه يعد اسهل ام اصعب من البنوك التقليديه؟ يجيبنا ضيفنا التالي. والله ما اعتقد هناك في فرق ما يتعلق بمستوى الصعوبه، ولكن التحديات اشوفها انها راح تكون اكثر عند البنوك الاسلاميه، وخصوصا يعني بالتحديد فيما يتعلق بمعايير المعايير الجديده للسيوله الماليه، لان البنوك التقليديه بنوك يعني عريقه وقديمه والسوق متطور، وهناك يعني أدوات وأوراق مالية بحجم أكبر من السوق المالي الإسلامي، فبالتالي يعني أوجه الاستثمار في أدوات السيولة وعدد العدد السندات والأوراق المالية التقليدية راح يخفف، ولا أستطيع أنه يكون يعني يكفي يخفف من المعايير، من وطأة المعايير معايير السيولة الجديدة. أما فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية فبسبب شح الصكوك على المستوى العالمي، هذه طبعا بلا شك راح يؤدي إلى تحدي كبير تواجه الصناعة الصرف الإسلامية. طيب إلى مدى البنوك الإسلامية معرضة أكثر لمخاطر الائتمان أكثر من البنوك التقليدية؟ وأكاديميا هناك المغنم والمغرم للبنوك الإسلامية، وبالتالي المفروض أنها تكون متعرضة بشكل أكبر لمخاطر التعثر في السداد ومخاطر الائتمان، يعني هل هذا صحيح؟ هل هناك فعلا تعرض كبير للبنوك الإسلامية؟ لا أعتقد أن البنوك الإسلامية متعرضة لمخاطر ائتمان أكثر. المخاطر هي مبنية على نوعية العمل، نوعية الصفقات بالتحديد. فإذا كان هناك بنك تقليدي أخذ تمركز أو تركز ائتماني على عميل، والتركز هذا حجم كبير مغاتب رأس ماله، فهذا يعتبر مخاطر كبيرة. عرفت كيف؟ فالمخاطر، كمية المخاطر مقدارها مبني على نوعية وجودة الأصول اللي تدخل فيها المصارف. خلال الدورة 20 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي استضافته المنامة مؤخرا، كان من السهل ملاحظة أن المصارف الإسلامية باتت في وضع أفضل، فهناك حضور كثيف لم تشهده دورات السنوات الأربع الماضية، وهناك نبرة تفاؤل بالمستقبل الواعد، وإن كان زهو الربح والأوضاع المتينة لم يظهر بعد على وجوه معظم رؤساء البنوك الإسلامية. كان لنا لقاءات عديدة مع المشاركين في هذا المؤتمر، نستعرض مقتطفات منها في الفقرة التالية، تابعونا. شوف، هو البنوك الإسلامية محتاجة إلى تنويع نشاطاتها وأن ترتقي بأعمالها بنفس المستوى اللي تتعاطى فيه البنوك التقليدية، من أجل الحفاظ على ديمومتها واستمرار ربحيتها وقدرتها على التعاطي مع تطورات الأوضاع الاقتصادية. الدورة الاقتصادية دائما تأثر على قطاعات أساسية، يعني وخاصة قطاع العقار يتأثر بالدورة الاقتصادية، ولكي نحفظ لديناميكية للبنوك الإسلامية يجب أن يكون لديها نموذج عمل متنوع لا يركز على نشاط معين أو على قطاع معين، لأن وجدنا في الفترة الماضية وخاصة في السنوات اللي شهد فيها القطاع العقاري نمو بشكل استثنائي، أنه البنوك الإسلامية انتعشت مع انتعاش هذا القطاع وتأثرت إلى حد ما مع الانخفاض اللي صار في القطاعات العقارية. الحين أعتقد أنه بعد هذه التجربة الطويلة بطبيعة الحال احنا كمسؤولين اجهزه رقابه مع صناع القرار في الصناعه مقتنعين تماما انه الحاجه الى تنويع الانشطه والعمل مع الجهات
الداعمة للسوق، يعني المؤسسات التي تنظم المعايير المحاسبية أو المعايير الرقابية، الأيوفي والآيفسبي والدبل IFM، كل هذه الآن يعني تعمل باتجاه أنه تخلق هذه الأرضية المناسبة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية. بالنسبة للبحرين، كما تعلم أخ محمد أن البحرين قامت سنة 1985 بدفع الصرافة الإسلامية، فأوجدت قسم خاص في البنك المركزي البحريني يقوم بمتابعة وتطوير التشريعات الخاصة بالبنوك الإسلامية. وكثير من الدول التي أتت بعد اكتسبت أو اقتبست كثير من الأمور التي قام بإعدادها أو قام بإعدادها البنك المركزي البحريني. الآن ما هو المطلوب من البحرين؟ خاصة أن هناك كثير من الدول تحب أن تكون كذلك عندها القدرة على احتضان المؤسسات المالية. أنا على ما أعتقد أول شيء هو تحريك التشريعات وإيجاد قوانين خاصة للبنوك الإسلامية في البحرين. كما تعلم أن في البحرين الآن أكثر الأشياء أو أكثر الأعمال التي تقوم بها البنوك تنطوي تحت مظلة تشريعات البنك المركزي، ولكن يجب علينا إصدار قوانين خاصة للعمل المصرفي الإسلامي في البحرين، وأن يكون هناك محاكم خاصة للنظر في القضايا التي تكون مع البنوك الإسلامية، لأن احنا عندنا أوجدنا المحاسبة، أوجدنا الأيوفي اللي هي تصدر المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية. حان الوقت الآن كذلك أن نقوم بإصدار وإيجاد محاكم خاصة للبنوك الإسلامية وإصدار تشريعات وقوانين خاصة للبنوك الإسلامية. الحقيقة كانت تجربة أن للبنوك الإسلامية في فترة الأزمة الاقتصادية أنها تثبت نفسها، والحمد لله تجاوزت بنجاح. لذلك تجد أن اليوم البنوك الإسلامية هي أقل بنوك تأثرت بالأزمة، لأنها منتجات دائما يحسبون حساب التخارج قبل الدخول في أي منتج، يعني يحسبون كيف بيخرجون من الاستثمار أو اللي يشتغلون فيه قبل ما يدخلون فيه. فلذلك الحمد لله برزت البنوك البنوك الإسلامية، والآن تجد أن حتى الدول الأوروبية وعلى يعني على سبيل المثال بريطانيا اليوم تشتغل على إنشاء أكبر بنك خارج البلدان الإسلامية في بريطانيا، بنك إسلامي. لماذا وجهت نظرك هذا التوجه الغربي الواضح مؤخرا لناحية الصرافة الإسلامية وصناعة المال الإسلامية؟ ما الغرض الأساسي من ذلك؟ الغرض طويل العمر أول جلب الاستثمارات الإسلامية والعربية، لأن البنوك الإسلامية قدرت تثبت جديتها وحرفنتها في إدارة الأموال، فلذلك والبنوك التقليدية وخاصة الأوروبية ضعفت أمام التحديات اللي مرت فيها الدول العربية والإسلامية معاهم، لأن في الظروف اللي مروا فيها، في الأزمة اللي مروا، وجدت أن البنوك الأجنبية بدأت تخسر فلوس المستثمرين وما عندهم حلول. هل الأمر يتعلق بفتح قناة للاستفادة من السيولة الكبيرة في البنوك الإسلامية؟ طبعا طبعا طبعا، لكن الحمد لله أن نحن سبقنا الغرب، الدول العربية والإسلامية، بأن أنشأنا هذه البنوك الإسلامية التي ستحمي الأرصدة وستحمي الاستثمارات العربية في منطقتنا. الكلام هذا صحيح، بس طبعا في رأيي ليس نموذج عمل جديد بالمعنى يعني المتعارف عليه، هو توجه جديد أكثر من هو نموذج عمل جديد. إن البنوك الإسلامية تركز على الاستثمارات يعني يفضلها المستثمر في النهاية. البنوك الإسلامية لا تستثمر لدفاترها يعني لشخصها ولمجرد يعني أن تشتري استثمار على أساس تحتفظ فيه، تستثمر على أساس أنه يكون فيه تفتح مجالات استثمار لعملائها. فالعملاء اليوم ومعظمهم متوجهين للاستثمارات اللي تدر دخل منتظم وداخل ثابت، فبالتالي البنوك الإسلامية مضطرة أن هي تتوجه هذا التوجه، وهذا شيء طبيعي. الأزمة العالمية اللي صارت يمكن علمت مو بس البنوك الإسلامية درس
كبير، علمت حتى المستثمرين اللي استثمروا في السابق في استثمارات غير مدرة للدخل، استثمارات يعني كانت تبدو على السطح استثمارات جيدة وناجحة، واكتشفوا بعد سنوات ان هي قد لا تكون بالمعنى اللي هم يمكن ما تكون بالنوعية اللي توقعوها. فالتوجه الجديد اكثر ما هو يعني بزنس موديل جديد، التوجه الجديد انه يصير التركيز على استثمارات مدر للدخل، مع العلم ان اي استثمار مدر للدخل يكون شيء طبيعي ان مستوى المخاطره فيه اقل، فمستوى المخاطره اقل معناته المعدل، معدل الاستثمار ومعدل الدخل والعائد بيكون اقل، شيء طبيعي. بس نرجع حق موضوع ان الازمه العالميه علمت الناس درس ان المعدلات العاليه تجي معاها مخاطر عاليه. البحرين كانت رائدة حقيقة في الصيرفة الإسلامية في العالم. عدد المؤسسات الإسلامية التي ينشأت في البحرين سواء بنوك تجارية أو بنوك استثمارية أو أيضا المؤسسات الداعمة للصناعة بدأت من البحرين. ووجود عدد من العوامل مثل ما قلت لك ليس فقط حجم التمويل، أنا أعتقد البحرين ممكن أن تستمر في موقع الصدارة، ما يمنع، لأنه لدي العوامل هذه تجعل من البحرين أيضا يعني دورها يستمر. حضرتك طبعا ترأس أحد المؤسسات التابعة لبنك الإسلامي للتنمية، بالتأكيد عندك صورة شاملة لواقع الصرافة الإسلامية الآن ونحن بنهاية 2013. إلى أي مدى الصرافة الإسلامية ممكن أن نقول أنها عادت لسابق عهدها أو اقتربت من العودة لذلك في يعني على طريق العنفوان من جديد؟ كيف تصف المشهد؟ هو أنا طبعا يمكن ما أشاطرك الرأي أنه صار في يعني دروب أو نزول في الصرافة الإسلامية، لا، المشهد من الأساس كان تصاعدي. دكتور يعني خلال، عذرا على المقاطعة، ولكن فعلا كان في حالة يعني الأزمة المالية فعلت فعلها نعم، الأزمة المالية أثبت أن الصيرفة الإسلامية صيرفة عندها مقومات النمو والاستمرار واستمرت، ولما تأخذ يعني متوسط أرباح البنوك الإسلامية منذ الأزمة العالمية 2008 الآن تجدها أرقام موجبة، بينما لو تأخذ بالنسبة متوسط الأرباح طبعا كنسبة تجدها بالنسبة للبنوك التقليدية تأثرت. أرقامكم تشير إلى ذلك. نعم بالضبط. اللي ممكن حصل أنه بعض المؤسسات الإسلامية أو البنوك بالذات البنوك الاستثمارية اللي كانت تركز على قطاعات محدودة مثل القطاع العقاري تأثرت في الأزمة. هذا يعني لا شيء ما هو غريب، ولكن بعض هذه المؤسسات بدأت ترجع أيضا للساحة. ولكن كصناعة الصرافة الإسلامية أنا ما أشوف أنها تأثرت بالأزمة المالية مثل ما تأثرت البنوك التقليدية. نشكر متابعتكم لنا، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع حلقة أخرى جديدة من عين على البحرين. لكم منا خالص التحيات.